سيدتي سادتي، مساء النور. اليوم 4/2/2017، نحن بساحة 16 غشت بوجدة، حيث هناك حفل رياضي استعراضي وتشارك فيه شركة موبيليس المفوض لها أمر النقل الحضري بوجدة. المناسبة شرط كما يقال. نحن مع مجموعة من المستخدمين التابعين لشركة موبيليس بوجدة، سوف يدلون لنا بتصريحات حول ظروف عملهم ورؤيتهم للشركة الجديدة. أستاذ تفضل، الاسم الكريم. فوكاني محمد. سي فوكاني محمد تفضل. سائق بحافلة سيتي بيس بوجدة. احنا بغينا نردوا على شي أقوال كان قال في مواقع الاتصال الاجتماعي، وبغينا نفندوا هاد الأقوال اللي كتقول بلي راه حنا واحد العمل ماشي في المستوى، وبلي راه حنا محقورين، وبلي راه حنا ماشي هضره ديال الزنق. حنا الحمد لله حنا كنعيشوا واحد الظروف ممتازه، والحمد لله هاد الشركه حنا شفنا واحد كتخدم بواحد النظام واحد القانون، والناس اللي ما باغيينش هاد النظام وهذا هما اللي كاين. شكرا سي فوكاني على هذا التصريح. الاخ الكريم. مفتوح حسن، مراقب بحافلات موبيليس. الحمد لله انا اللي كنجاوب هاد الناس وهاد المسؤولين وهاد الناس اللي كيقولوا يعني هاد تصريحات وهاد المغالطات. اللي بغى يجي في الحقيقه يجي يشوف هادشي اللي حنا عايشينه. حنا كنا عايشين الحمد لله واحد التيميش، كنا عايشين في واحد الاقصى. دابا الحمد لله كلشي منظم، كلشي مضبوط، الاجور قبضناها الحمد لله في احسن ما يرام، وقبضنا فوق داك الشيء اللي كنا كنخصو، اللهم لك الحمد، كل شيء موجود، عايشين الحمد لله، الحقوق ديالنا مضمونه محفوظه، عايشين بواحد الكرامه، ولات عندنا واحد الكرامه اكثر من اللي كانت، وعندنا واحد القيمه، الحمد لله عندنا ناس متفاهمين، ناس واعيين فوق المستوى، واحد الانضباط، هاد الناس نطلبوا منهم الله يهديهم، وإلا بغاو يشوفوا، إلا بغاو يبلبلوا، يمشيو شي حاجه بعيده على هاد الأمر، ما بقاش داك الشيء العشواء وهاد المسائل، راه الهضره ما تسري خضره. واللي بغى المعقول يجي يدخل معنا ويشوف. حنا الحمد لله حنا اللي عايشين في هذا الميدان وعارفين هذه المسائل، وهذا الشيء كنشكر لكم وكنبلغوهم. اللي بغى يعرف قالوا الخضره ما نقولوا الهضره ما اجي اخويا وعيش معنا الواقع. الحمد لله كل شيء الحافلات كما نقولوا حنا فوق المستوى، ماشي على المستوى. واش كنا في حافلات غادي ما كان باقي لنا غير نهودوا تحت الارض. ها كنا تشاو الزاج المسائل كلشي مدقوق الحمد لله. والماده الحمد لله كنقولها ماديا ومعنويا احنا فوق واحد المستوى، اللهم لك الحمد. ولا بغاو لا فيش دو بي ما جاتش، ما نوري لكم لا فيش دو بي ما جاتش معايا للاسف، نوريهم يعني الحمد لله. انا كنت كنخص كنقولها، كنت كنقول 300 قبضت 350 300 هذا الشهر قبضت 390000، اللهم لك الحمد. ما كنتش نقبضها انا، ما عمري حلمت بها، اللهم لك الحمد. الله يخلف عليهم، الله يخلف على المسؤولين، وانا الحمد لله الكرامه ديالي ترفعت، وترفعت لي القيمه والمعنويات. هذاك هو المال ديالي، هذاك هو كل شيء، وشكرا جزيلا. شكرا. الاخ الكريم. اخباري خليل، مراقب بحافله موبيليس. اخويا واش غادي نقول لك، هاد الهضره كاع اللي قالوها كذوب، والحمد لله احنا رحنا مخيرين، ما خصنا حتى حاجه، وفرق كبير بيننا وبين حافله الشرق. والاضافه اللي نزيد لكم انا اللي قالوا الاخوان هي اللي كاينه، حنا رحنا مبرعين فايت مبرعين كاع، وهاد الاقاويل اللي قالت راه غير كذوب، ما كاين منها والو. هادو غير واش غادي نقول لك، شي ناس الله يجعل ربي يغفر لهم، بيع وشراء، هادو راهم غير الله يجعل ربي يغفر لهم. حنا رحنا مبرعين وكنقولها ونعاودها، الى غفر لهم الله. انا نقول لك رحنا مبرعين يعني 100%. شكرا سي خالد على التصريح. مش هذا اخي كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي حسن، تفضل. مراقب في الحافلات، حافلة موبيليس، وهادشي اللي كنسمعو على برا هادشي راه مكاينش منه. حنا رانا مقيمين الحمد لله في شركة في مستوى عالي بزاف، ورانا مخيرين لا في كل شيء، والحمد لله. وهادشي اللي كنقولو هاد الناس مكاينش كاع منه، هما المراقبين نفس الهضرة اللي قالو لك. أنا بلاك سي محمد التمريني تحضر، انت كمسؤول نقابي سابقا وشخص اللي عندك اطلاع على واقع الشركه السابقه والحاليه، ماذا يمكن لك ان تفيدنا في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاخ كنا عايشين في الهامش، بكل صراحه كنا عايشين في شركه غير مهيكله وغير منظمه بكل صراحه. هذه الشركه انا راه عجبتني بكل صراحه، هذه بدون نفاق وبدون اي ضغوطات بأي حاجه. الشركه انا عجبتني، منظمه
الهيكله وكل واحد دايرته في المكان الانسان المناسب في المكان المناسب، ماشي بحال بكري كانت عندنا الحسوبيه والتدويره والمسائل، هذه ما عندناش فيها داك الشيء هذا. وهاد الناس اللي راهم كيدخلوا فيها الناس اللي كنطلبوا منهم كلها يديها في سوق راسهم باش شغلهم فيها، حنا قادين سوق فهمت؟ الحمد لله الدراري كلهم خلصوا مزيانين، كلشي داو لي برين ديالهم مزيانين، كلشي داو المسائل ديالهم كامل المسائل، ما كاين حتى شي حاجه. وهاد الناس هادو راني كنقول لك المره الثانيه نعاودها لهم، كلها يديها في سوق راسهم، ما يدخلوش المسائل ديالنا، هذا البيت ديالنا ما يدخلوناش فيه. وبالنسبه للاخوان ديالنا نقول لهم مواجهه، انا كنت نركب معاهم مرضوني في الطوبيس اللي نطلع له يبداو يبلبلوا، دابا يجيو يكونوا معنا وغادي يشوفوا المسائل بعينهم. علاش مدايرنا هاد الشو صراحه؟ والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيد القاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر موقع جاسور على هاد التغطيه باش عطينا واحد الفرصه لحق الرد. المشكلة أنه واحد الأشخاص اللي كانوا محسوبين على القطاع ديال النقل الحضاري والآن كنوضح بلي أنهم ما لهم حتى شي صفة يمثلوا المكتب الموحد، راهم كيطلقوا واحد سلسلة من التصريحات في الفيسبوك على أساس أنه بواحد الصيغة ديال المنحطة على أساس نزع السراويل للعمال، هذه الأولى إهانة للمرمومو ما تقالش من طرف واحد اللي كي يحس براسو على اساس انه بطل في النظام، وهذه هذا راه غرور. المساعدات اللي تقدمت اللي كيقول على اساس انه المساعدات اللي تقدمت الاخوان في النقل الحضاري، النقل الحضاري راه الابطال ديالو هما العمال اللي كانوا يقوموا بالوقفات الاحتجاجيه ضد المشغل القديم. اما الان علاش غادي نبقاو خصنا غير نخلقوا مشاكل وهميه؟ ها 22 يوم، ها 26 يوم، ها 23 يوم، 22 يوم في اطار 26 يوم، ماشي 22 يوم على 30 يوم، 22 يوم على 26 يوم، في 4 عروبويات باش ابتداء من الشهر الداخل 26 الشهر الداخل 26 يناير 26 فبراير غادي يخلصوا 26 يوم ديالهم، بلوس لي فات اللي عمرهم اخوان ما داروش لي فات، دارت بيش دو باي، لو طو ديال الساعه طلع تبارك الله، راه غادي يستافدوا من عامين تطلع ذاك لونسيان تطلع كلشي مرتاح. ومن اخوان العمال جميع العمال تفهموا وفهموا الطريقه ديال الحساب ديال بيان الاجره كلشي راه مرتاح. ومن هنا لقدام راه كاين خير من شهر ثلاثه ان شاء الله الرحمن الرحيم، راه كاين عوده، راه كاين شركه عوده، راه عاد بالطريقه ديالها لا روسيت، راه هذا راه في واحد ليتيود واحد نتمناو حنا نزيدوا ان شاء الله. اما الناس هادو بحال التجار ديال المخدرات وبيع الخمور، راهم كيتجاوزوا على المدمنين، إلا قضينا على الآفة ديال المدمنين ما بقى لهم والو، ودابا حتى هادو تجار ديال المآسي ديال العمال، إلا كان القطاع ديال النقل الحضاري ما فيهش المآسي وكان فواحد الظروف حسنة، هذا يهدد الوجود ديالهم في المشهد، ويعني الزوال ديالهم، وما غاديش يبقى لهم اتصالات مع الناس ديال الجهة، وخصوصا أخص بالذكر أن الناس العمال المستخدمين ديال الشرق ما استافدوا لا بشقق منزلية ولا مساعدات مادية من عند الجهة الجهة ديال الشرق، بل ناس اللي كانوا كنا شاركوا في النضالات ديالنا في قطاعات أخرى هما اللي استفادوا بالشقق واستفادوا بالبراوات واستفادوا بالمواد، واللي بغى شي حاجة ماشي بالفيسبوك وبالقافية، حنا نؤمن بوحدة العامل ولكن لا نؤمن بوحدة القافية وديال الأبيات الشعرية، نؤمن حنا بالعمل، راه حتى الاتقان في العمل راه نضال، راه الاخوه جميع العمال راهم كيتقنوا العمل ديالهم وهذا نضال، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتائج ماشي دابا، نتائج راه الوقت هو اللي تحكم، وتحيه نضاليه لجميع العمال وتبارك الله عليهم، وشكرا لكم مره اخرى على هذا التلقي. شكرا للسيد القوي، شكرا للساده المستخدمين، كان هذا تصريح مجموعه من المستخدمين الذين يكونون فيه مجموعه من المغالطات والاشاعات التي تروج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا تطبق الايه الكريمه وبهت الذي كفر. اذا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فاصبعوا ما على ما فعلتم نادمين. سيداتي سادتي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مزيد من التألق والعطاء لمستخدمي شركة موبيليز، مزيد من التألق للشركة نفسها، السعادة والرفاهية والرخاء نطلبه للمرتبقين الذين يستعملون هذه الحافلات. دامت لكم المسرات، دمتم في رعاية الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.